صباح الخير لكم أعزائي مشاهدي مريم تي في اللي انضميتوا لنا بهالوقت مثل كل سبت بتمام الساعة 10:30 لسوا نكون مع موعد جديد ضمن مجلتنا الصحية والطبية بالشفاء. طبعا بحلقتنا اليوم موضوع جديد مع ضيف جديد، شو هو الموضوع ومين هو الضيف؟ تابعونا أكيد خلال حلقتنا لسوا نتعرف أكثر وأكثر. بشير صباح الخير. بونجور، بونجور، كيفك داليا؟ ماشي الحال الحمد لله. صباح مثل ما قلت يعني بشير، اهم شيء نكون هيك سافا ومنيح، بخاصه فصل الشتاء وبيوم السبت اللي كلنا بننطره يوم العطله. مزبوط. فكيف عم تكون هالشتويه معك؟ شكلك قلتي صيف، شكلك من محبين الصيف. انا من محبين الشتاء وانت بتعرفي هيدا الشيء. يعني تنوع الفصول بلبنان هو غنى كبير، لان يمكن اذا بنتصور حالنا عايشين على مدار السنه بفصل واحد بنحس حالنا منتجر ومنمل، فهيدا التنوع غنى. صحيح داليا، معك حق بهذا الشيء. الان على سبيل النكته نحن عم نقول، بس الواحد اذا بعيش بفصل واحد يصاب الاكتئاب يعني، وهذا الشيء مش منيح. فلا، لازم نعيش كل الفصول، ونحن بلبنان نتمتع باربع فصول، نشكر الله يعني. اهم نقطه هيدي من ميزات طبعا بلدنا لبنان، نشكر الله عليه. بشير، شو جديد اليوم وبعالم الطب خاصه؟ مثل ما كل مره عندك معلومات جديده بهذا الاطار. اليوم داليا رح احكي عن القلق الزائد وتاثيره على الصحه. للاسف انه تاثيره على الصحه هو نيجاتيف وبيؤدي لتدهورها حتى، لانه هيدا الشيء تاكد من خلال دراسه طبيه صارت بالنرويج على 7000 شخص خضعوا لهالدراسه على مده 10 سنين داليا، وانسالوا سؤالات واعتبر مقياس اسمه وايتلي. هذا المقياس يعني في كذا سؤال، وعلى اساسهم كان عم بيتحدد انه من خلال هالدراسه هالاشخاص اللي كثير بيهتموا بحالهم بيؤدي هذا الشيء لتدهور صحتهم، مش لانه صحتهم تكون افضل او تبقى مثل ما هي. مثل ما دائما بنقول داليا، يعني هيدي هي الدراسه هيك بالاجمال اللي حبيت احكي عنها. مثل ما دائما بنقول، حتى بالاهتمام بذاتنا مش لازم نكون بتاع الطرف او ما يسمى بالفرنساوي اكستريميست. دائما الاعتدال هو اساس بحياتنا، مثل ما بكل شيء بالحياه. فبس حبيت ضوي على هذه النقطه واهميتها. يعني مثل العاده دائما بشير بتعطينا معلومات جديده بعالم الطب، هالعالم المتطور بشكل يومي ومستمر. نعم مزبوط داليا، انت اكيد عندك شيء جديد تخبرينا عنه، خاصه بعالم الطبيعه، شو بدك تخبرينا؟ اليوم رح نحكي عن شيء كثير بناكل منه بفصل الشتاء، حد البطاطا وحد القشه العنب. بعتقد عرفته شو هو. مع البيض، ما هيك؟ صحيح، الكستنه. الكستنه، دائما بنربط الكستنه بفصل الشتاء. صحيح، وقديش هي عن جد طيبه. في كثير اشخاص بياكلوها نيه، وفي كثير بحبوها مشويه. طبعا هي غنيه بالبوتاسيوم بالكالسيوم بكثير من الفيتامينات. نعم. وبالالياف خاصه. بعكس ما كثير اوقات يقال انه هي بتنصح، اوقات كثير الاشخاص اللي بيتناولوها ضمن وجباتهم الغذائيه هيدا الشيء ممكن يساعدهم انه يخسروا وزن، لانه بتعطيهم احساس بالشبع، يعني ببطلوا يطلبوا اكل زياده، ولانه غنيه بالالياف. فهيدا الشيء بنعرف قديش اهميه الالياف لجسمنا، دونك بتساعدنا نكون عم نخسر وزن. هي كثير منيحه لصحه القلب والشرايين ولتخفيض معدل الكوليسترول السيء بالدم. LDL. صحيح. نعم. كثير مهمة تتناولها الامرأة الحامل، لأنه كمان بتعطيها، بتكون مصدر قوة لها بهالفترة، فترة 9 أشهر اللي بتكون عم تقطع فيها، وكثير منيحة لتقوية جهاز المناعة بالجسم. فإذا نحن بننصح الأشخاص والمشاهدين إنه يتناولوها، خاصة بفصل الشتاء يلي نحن اليوم فيه. بتعرفي داليا، يمكن المارون جلاسيه، نحن معروفة كمان المارون جلاسيه بيجينا من أوروبا، هذا يمكن بنصح لأنه فيه سكر وفيه كراميل وفيه غير أشياء، وفي أشخاص كمان بتاكل كميات هائلة من الكستنة، خاصة إذا كانوا على عشاء أو شيء، هون صار بتنصح أكثر ما بتفيد يعني. أكيد دائما بنقول، نعم. مش إنه إذا شيء اثبتت الدراسات عنه انه بيساعد بالرجيم يعني لازم ناكل بكثره، لا، بدنا دائما ننتبه. مزبوط داليا، مثل ما سبق وذكرت باول حلقه، عندنا موضوع جديد. شو موضوعنا ومين رح نستقبل اليوم؟ موضوعنا جديد وضيفنا كمان جديد عبر برنامج بالشفا. بنقول اول شيء صباح الخير لالكسندر نعمه. صباح النور.
كيفك؟ ماشي الحال؟ كتر خير الله، كيفك انت؟ ماشي الحال. حضرتك اختصاصي بعلاج الاعشاب وبالصحه الغذائيه، معك اليوم اكيد رح نضوي على موضوع جديد من نوعه الهلسولوجيا اذا بدنا نقوله بالعربي. بدايه اذا بدي اعرف الكسندر عن هيدا العلم بحد ذاته، كيف فينا نعطيه تعريف سريع وشامل؟ اول شيء انا متخصص بعلم الاعشاب والصحه الغذائيه. انا مصر استعمل كلمه علم الاعشاب لسبب كثير بسيط. عذرا اذا قلت لك علاج الاعشاب قد ما بنسمع عنه ما هو انا انبسطت انه انت قلتي علاج لتنوضح للمشاهدين اليوم عبر محطتكم. الاعشاب هو علم، مثل ما الصحه الغذائيه هي علم، مثل ما الطب هو علم، مثل ما المحاماه هو علم، مثل ما الهندسه هو علم. الاعشاب هو من اقدم العلوم بالعالم. ليش انا بستعمل كلمه علم الاعشاب؟ لانه الاعشاب بطبيعتها هي جزء من النظام الغذائي تبعنا. مثل ما بنستعمل الخضار، مثل ما بنستعمل الفواكه، بنستعمل الاعشاب. بالتالي الاعشاب هي جزء من النظام الغذائي تبعنا. ما فيها تكون العشبه مصدر علاج الا لما بتكون العشبه خضعت لبروسيس معين بنحكي فيه اذا بقى معنا وقت بسياق الحلقه. اما لما بناخذ العشبه بنفرمها بنستعملها بالسلاد، اما لما بنستعملها بالزهورات، هي بتكون جزء من النظام الغذائي تبعنا، لانه جسمنا بحالته الطبيعيه ما بينتج معادن، ما بينتج فيتامينات، وما بينتج فايبرز، وهذا اللي حكيت تفضلت وحكيت عنه بالفوائد الكستنة. فجسمنا ما بينتج معادن وفيتامينات، نحن بحاجه انه ناخذهم من مصادر اكزوجين، يعني من مصادر الغذاء تبعنا. الاعشاب هي جزء من النظام الغذائي تبعنا، مشان هيك بنربطها دائما بالصحه الغذائيه. كل ما بتكون صحتنا الغذائيه متماسكه ومتكامله وبنكون الاعشاب جزء من هذه المنظومه، بالتالي نحن بنكون عم نأدي الدور الاساسي اللي جسمنا بحاجه له، عم نعطيه المعادن والفيتامينات اللي هو بحاجه لهم، بالتالي عم يقدر ينتج طاقه، الطاقه نقدر نستعملها بالتركيز، بالنظر، بالسمع، بالمشي، بالحركه، بكل هالوظائف اللي جسمنا مسؤول عنها. نعم. اول سؤال بدنا نطرحه عليك الكسندر هو كلمه هيلثولوجيا او حسب الكتاب هيلثولوجي. نعم. شو معناتها؟ 100%. اول شيء كلمه هيلثولوجي هي اطلقتها على الكتاب اللي اصدرته من بقاب الماضي. نعم. هو هلا بنحكي عن الكتاب، بس انا تنوضح كلمه هيلثولوجي. نعم. هيلثولوجي اذا بننبش عليها باي جوجل، اذا في جوجل يعني ننبش عليها بنلاقي انه في لها عده مصادر. انا ببدايه الكتاب شرحت بهذا الموضوع. اولا بالبرازيل ودول امريكا اللاتينيه استعملوا كلمه هيلثولوجيا للدلاله على علم الكواكب والنجوم. شركه ام بي سي واستعملت الهيلثولوجيا لشبكه الانترنت لتحفيز المراه على استعمال شبكه الانترنت. فرق شاسع بين التسميه. صحيح. اما اذا بنرجع لاصل الكلمه، اذا بنجزئها مثل ما بنقول بيولوجي، بايو وولوجي، مثل ما بنقول دراسه الحياه. صحيح. او علم الحياه. علم الحياه. نعم. لما بنقول سايكولوجي، علم النفس. نعم. نفس الشيء وقت بنقول هيلثولوجي، هيلث هي صحة، أولوجي هو ساينس، علم الصحة. فبنكون عم نروح على علم الصحة. نعم. أفضل وأحسن وأضبط ترمينولوجي أو شرح لكلمة هيلثولوجيا أو هيلثولوجي بالإنجليش. نعم. هي معناتها علم الصحة. بالتالي اللي استعملوا كلمة هيلثولوجي للدلالة على علم الكواكب والنجوم استعملوها بمنطقة الغلط ومش صحيح، ويلي استعملوها لتحفيز المرأة لاستعمال شبكة الإنترنت كمان منه صحيح. بالتالي اول مره او اول حدا وورلد وايد بالعالم، مش عم بحكي عن حالي ولكن هيدا الوقائع هيك بتقول. نعم. اول مره او اول شخص بيستعمل كلمه هيلثولوجي بالمعنى الصحيح والدقيق لها هو كنت انا. وقت يلي اطلقت على الكتاب تبعي عنوانته بي هيلثولوجي اللي هو علم الصحه. نعم. وببدايه وقت اللي بلشت اعمل برين ستورمينج على التسميه، كثير من الاشخاص ما شجعوني، انه كلمه جديده ومش بيعه، وبتعرف الناس بلبنان بيفكروا دائما بالبزنس. فانا 100% انا لا كنت مصر انه انا بدي اروح على المحل تصحح مفاهيم خاطئه عند الناس، وخاصه انه الكتاب هو بيصحح كل هيدي المفاهيم. نعم. نحن رح نكون عم نتبع الفهرس تبع الكتاب لحتى نحكي بطريقه سريعه. صح. مقتضبه، لانه اكيد الوقت نحن بدهمنا دائما.
عن كل الفصول الموجوده بهالكتاب. رح نبلش باول فصل، الفصل الاول بيحكي عن مبادئ التغذيه. صحيح. اول مبدا بمبادئ التغذيه شو هو وكيف بتعرف عنه؟ اول شيء مبادئ التغذيه، لانه انا اليوم مثل ما قلت بالمقدمه في عندي الصحه الغذائيه. نعم. كل ما بيكون النظام الاكل تبعي سليم كل ما بتكون صحتي سليمه. نعم. تيكون النظام الاكل تبعي سليم انا لازم اخضع لمعايير محدده. نعم. المعايير المحدده انا سميتها المبادئ الاساسيه للصحه الغذائيه. اول شيء المي، ثاني شيء البروتينات، ثالث شيء المعادن، الكربوهيدرات، الفات او الدهون والدهون المشبعه على عده انواعها والفيتامينات. اوكي، اذا بدنا نبلش بالمي. بالمي. نعم. اول شيء جسمنا بده كل شخص بده يعرف بمعنى الاساسي للكلمه انه انا جسمي مؤلف من حوالي 95% منه مي. اساسه يعني الجسم 95%. يعني كثير مهم 95%. 100%. نعم. انا بس ينزل كميه المي من جسمي بحدود 10% انا بلشت بالعطش، بس اوصل بنسبه المي نزلت لحدود 35% انا رحت على الهارت اتاك ورحت على النشفين، وبالتالي انا معرض بشكل كثير سريع للموت. بالتالي المي هي عنصر اساسي بحياتي اليوميه، وهي عنصر علاج وعنصر شفاء بنفس الوقت. بالتالي لما بنيجي بنقول انه لازم نشرب كبايه مي كل ساعه لساعه وربع، بغض النظر اذا انا عطشان ولا لا، وممكن تكون كبايه المي فيني استبدلها بالعصير الطبيعي لانه هي مي، وفيني استبدلها بالزهورات اللي هي كمان مي، فيني استبدلها بالشاي اللي هي كمان مي ولكن مكثفه بالمعادن والفيتامينات. يعني انا بكون عم دخل على جسمي معادن وفيتامينات، ولكن بنفس الوقت انا بكون عم ساعد جسمي تينظف حاله، لانه الجهاز الهضمي ما بيقدر ينظف حاله الا ما نعطيه مي. نفس الشيء وبشكل مختصر كمان، نفس الشيء لما انت عندك غساله بالبيت بتحط الغسيلات بدها مي كثير، وبتحط دواء غسيل بتجيب احسن نوع دواء، اذا هالغساله ما اعطيتها مي بالتالي ما بتنظف. مظبوط. جسمنا نفس الشيء، جسمنا هو عم بينتج طاقة، بينتج فري راديكلز أو جذور حرة. كمان رح نحكي عنه. رح نحكي عنه. نعم. إذا ما أعطينا جسمنا مي، بالتالي الجذور الحرة ما بتطلع من الجسم وبتصير كوندنسي أكثر. تننتقل دغري على من بعد ما نخلص مي الكربوهيدرات، البروتينات والمعادن. نعم. هودي أهميتهم. هودي أهميتهم لأنه هن المصدر الأساسي لطاقة الجسم، هن المصدر الأساسي للتركيز، للنظر، للسمع، للحكي، للحركة، لكل الوظائف اللي جسمنا بحاجة لها. جسمنا ما بينتج بروتينات، جسمنا ما بينتج معادن، جسمنا ما بينتج فات، هودي كلهم بدنا ناخدهم من النظام الأكل تبعنا، جسمنا بيركبهم مع بعضهم تيقدر ينتج طاقة. بالتالي أنا إذا ما أعطيت جسمي بروتينات كافية، إذا أنا ما أعطيت جسمي فات أو دهون، لأنه الدهون هن ثلاث أنواع ومش ثلاثتهم هن اللي ما بيسووا، في عنا نوع هو أساسي وجسمنا بحاجة له. فلما بكون عم بعمل رجيم هلا بنحكي فيه إذا بقي معنا وقت، بدي أعرف أنا أي نوع من الدهون ما لازم آكله، مش كل أنواع الدهون. ووقت اللي أنا مدخلهم على جسمي بشكل أساسي وبشكل معتدل ومنتظم، بالتالي أنا رحت على محل أعطيت جسمي الكمية الكافية لأنه ينتج طاقة. خلينا نروح دغري على موضوع الزيوت، لانه الزيوت كمان كثير مهمه. في عندك زيوت المشبعه، في عندك زيوت المش مشبعه. كمان الزيوت بتكون عم نحكي عن زيت جوز الهند، وبتكون عم نحكي عن زيت الزيتون، وبتكون عم نحكي عن زيت دوار الشمس. هودي انواع من الزيوت اللي نحن بنستعملهم بالنظام الاكل تبعنا، في عندهم سيئاتهم في عندهم حسناتهم. لما بنحكي عن المعادن، يعني بنحكي عن الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الزنك، هودي كلهم هن عناصر اساسيه. اول شيء تينقلوا، يعني انا لما بيجي بنكزك الاحساس اللي انت بتحسه هو مرتبط بشكل اساسي بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمعادن. لما انا بصير في عندي نقص فيهم انا بصير في عندي نقص بالاحساس، لما بصير في عندي نقص بالكالسيوم انا ممكن يصير عندي ترقق بالعظم. دونك معظم المشاكل الصحيه اللي بتواجهنا مع العمر سببها هو بنقص المعادن. فبالتالي لازم بالنظام الاكل تبعي يكون انا عم بعطي كميه كافيه من المعادن تا جسمنا يكون عم بحس. نرجع بنروح على الانزيمات، الانزيمات كثير مهمه وهذه كمان ذكرها بالكتاب بفصل لوحده. نعم. شو اهميه الانزيمات؟ الاكل ما الجهاز الهضمي تبعنا ما بيقدر يجزئ اكل. يعني انا اذا اكلت تفاحه احتمال انه تظهر التفاحه من تمي من جسمي من بعد ما اكون اكلتها ومثل ما فاتت مثل ما ظهرت.
تيقدر جسمي ياخذ العناصر الغذائيه من الاكل، من التفاحه، من الفريز، من حيالله نوع اكل انا عم باكله، هو بحاجه لانزيمات. هيدي الانزيمات بتفوت بتجزئ الاكل وبتاخذ المعادن وبتاخذ الفيتامينات اللي بحاجه لها. دونك كمان انا بدي اكون عم نظف جسمي تخلي هالانزيمات على طول عم تتجدد وعلى طول عم بتزيد. بنرجع بنروح على الجلايكونيوترينت يلي هن كمان العناصر الاساسيه اللي بينتجوا الطاقه. وبنرجع من بعدها بنروح على الفيتامينات، كل انواع الفيتامينات يلي جسمنا بحاجه لها. اهميه الكتاب هو بكل فصل من هالفصول انا بقول له للقارئ وين بيقدر يلاقي، وين بيقدر يلاقي المعادن باي اطعمه، وين بيقدر يلاقي الفيتامينات بالاعشاب بالخضار والفواكه والمشتقات الحيوانيه من لحوم والبان. فكل ما بنفتح صفحه بنكون عم نقرا عن فيتامين اي، بنروح وبنشوف انه هيدا الفيتامين اي موجود هون موجود هون موجود هون موجود هون. هيدا بشكل مختصر وكثير سريع الفصل الاول. ألكسندر، إذا بدنا كل هالمقاومات اللي ذكرتها بصحتنا الغذائية من ماء من معادن من فيتامين من دهون، إذا بدنا نعمل لها بيراميد من الأقل أهمية للأهم، كيف بتصنفها؟ هي يا ريت فينا نحطها بشكل بيراميد. أنا حطيتها بشكل أكس أوريزونتال، لأنهم هن أول شيء هن ما فينا نستغني على ولا واحد منهم، وهن بيكملوا بعضهم وهن اساسيين تا نقدر ننظم النظام الاكل تبعنا. فينا نروح اذا بدك بالاكس اوريزونتال، فينا نروح على موضوع المي اللي انا بعتبره وان اوف برايورتي، يعني البرايورتي الافضل بهذا الموضوع، لانه المي هي عنصر كثير اساسي من حياتنا اليوميه. انا بقدر بخلال النهار اذا عم بعمل ديتوكس بنظام الاكل تبعي بقدر بخلال النهار خفف من الاكل تبعي، بس ما فيني خفف من المي. يعني جسمي بحاجه للترين ونص 3 لتر مي بالنهار، ما فيني خفف هالكميه، بس فيني خفف اكل. فيني اجي اقرر انا اقول انه ما بدي اتعشى اليوم لانه بدي نزل وزني. بروبلي ممكن تكون سليمه الفكره، بس ما فيني اقول انا كل النهار ما بدي اشرب مي. مشان هيك موضوع المي بالفصل الاول هو الاولويه لإله، بس مش معناتها انه هوديك ما عندهم اولويات. كنت عم بطلع شوي بالكتاب، يعني نصه الفصل الاول والباقي كلهم ضمن النص الثاني، لانه المبادئ الغذائيه هو الاساس. يعني انا مجرد انه انا قدرت اعطيتك بشير كل الفكره، يعني انا اعطيتك بالفصل الاول الباز تبع انطلاقه كيف انت بدك تفكر بصحتك. بعدين هوديك نقدر نتناقش فيهم قد ما بدك، بس انا اذا ما اعطيتك الباز يلي من خلاله بدك تعرف تفكر بصحتك الغذائيه بكون انا ما اعطيتك شيء بالكتاب. مشان هيك الفصل الاول هالقد مهم، لانه هي 108 صفحات الفصل الاول، الكتاب كله 230 صفحه، يعني النص تقريبا. نص تقريبا، صحيح. نعم. ألكسندر، اذا بدنا ننتقل شوي للفصل الثاني، حضرتك بتحكي عنه عن جذور الحرة، دورة تأثيرها بجسم الإنسان. أول كلمة بدي أسألك إياها، شو يعني جذور حرة؟ 100% الأول شيء الجسم لما بيكون عم بينتج طاقة، نعم، بينتج رواسب للطاقة. نفس الشيء لما بتدور السيارة، السيارة بتدور بتنتج طاقة تتمشي، بس الإشابمان شو بيعمل؟ بكب الرواسب. الرواسب نحن الجسم بيشتغل مثل السيارة، أو بالأحرى السيارة بتشتغل مثل الجسم، لأنه جسم الإنسان هو. فجسمنا بينتج طاقة، وقت تكون عم بينتج طاقه للحركه بنفس الوقت بكون عم بينتج رواسب بقلب الجسم. هيدي الرواسب بنقول لها فري راديكلز. فهيدي الرواسب بتطلع بالتعرق، بتطلع بكل المصادر يلي في له منابع للخروج، يعني التعرق، التم، المنخار، الدينه، الخروج والبول والرواية. لا لا، ما هودي من وين بدهم يطلعوا؟ الجذور الحره أوكي. بيطلعوا بالخروج، بيطلعوا بالتبول، بيطلعوا من الفم لما يعني كرشما، يعني كرشما، بيطلعوا من الدينه لما بيطلع عنا السمغ، وبيطلعوا من المنخار. يعني هودي الاماكن يلي فيها انه اوت. فجذور الحره بتطلع من هالعناصر. لما نظام الاكل تبعنا بيكون قليل، او بيكون عفوا لما نظام الاكل تبعنا ما بيكون سليم، هالجذور الحرة بتكاثر. بين هلالين جسمنا يوميا بينتج مليارات من الكانسر سيلز، من الخلايا السرطانية. هي سمعينا دجا مع كذا حدا من
الأونكولوج وقت كنا نستقبلهم صحيح. كما سرطان بيحكوا عن هيدا الشيء صحيح وبيحكوا انه الجسم اصلا بحارب هيدا الشيء 100% كيف بحارب جهاز المناعة فيها. انا هيدي بالفصل الثاني اللي شرحها بشكل مفصل انه الجهاز المناعة مخول انه يقضي على القسم الاكبر من الكانسر سيلز او الخلايا السرطانيه اي متى ببطل يقدر يقضي عليهم لما بيضعف جهاز المناعة اي متى بيضعف جهاز المناعة بيضعف جهاز المناعة لما الفري راديكلز بتصير عالي فبهالحاله نحن شو بنعطيه بنعطيه انتي اوكسيدنت او مضادات للاكسده باللغه العربيه مشان هيك بنسمع دائما انه شو معناتها مضادات للاكسده ولا شو بناخذها بناخذ مضادات الاكسده تنوطي نسبه الجذور الحره يلي تكاثرت بقلب الجسم نتيجه نظام الغذائي تبعنا او نتيجه وجودنا ببيئه نسبه التلوث فيها عاليه طيب انا هون عندي سؤال قبل ما نكفي الكساندر لانه في ماركتينج كثير كبير خاصه من خلال الميديا ومن خلال كل شيء بنسمعه عن انتي اوكسيدنت وخذوا انتي اوكسيدنت وكذا وحبوب ومحبوب هل هيدا الشيء كله صحي او افضل نرجع للطبيعه بهيدي الاشياء انا بقول لك انه العناصر اللي نحن فينا نعتبرها كمضادات للاكسده هي الفيتامين اي فيتامين سي فيتامين اي سيلينيوم والزنك هودي نرجع نذكرهم بليز هودي الخمسه موجودين بالفصل الاول بشرح مفصل يعني انا لما بوصله على الفصل الثاني بقول له انه المضادات الاكسده هن خمس عناصر هن اهميه هودي الخمس عناصر هن المهمين يلي هو الفيتامين ا الفيتامين سي الفيتامين او السيلينيوم والزنك سيلينيوم والزنك هن شو معادن معادن فهودي الخمس عناصر تيقدر ياخذ معلومات عنهم بيرجع على الفصل الاول بالفصل الاول بيقرا عن الفيتامين ا وبيشوف الفيتامين ا وين موجود بالخضار وين موجود بالفواكه وين موجود بالاعشاب وين موجود باللحوم والمشتقات الحيوانيه بالتالي صار عنده فكره انه انا اذا نظمت نظام الاكل تبعي لانه انا بالكتاب عم بعطي القارئ هو يفكر وهو يركب النظام الغذائي تبعه انا ما عم بعطي شيء معلم في تسلسل حتى يعني بلش بالاول عم تعطيه مثل روسات يعني وبعدين هالروسات كيف رح تحميه من من امور ثانيه صحيح هيدا الهدف من الكتاب على فكره الكتاب اخذ 9 سنين من الشغل يعني الكتاب مش معمول بشهرين ثلاثه يعني معمول بشكل انه اللي القارئ لما بده يقريه يكون عنده كل الامكانيه هو يقدر يركب النظام الغذائي تبعه كونداسيون دو كونيسانس يعني كل الاشياء اللي حضرتك يمكن صحيح. درستها يمكن جمعتها بهيدا الكتاب من عدا القراءات والابحاث والدراسات اللي صدرت من عم يعني نحكي من 2010 ل 2016 نعم. يلي اخي يعني اكثر اهم مجموعه من الدراسات فلما بيعرف القارئ اللي عم يقرا الكتاب انه انا جذور الحره عندي عاليه توطية بدي استعمل هالانواع من الفيتامينات وقت اللي بدل ما يروح يجيب ساعتها هون بدل ما يروح يجيب سبلمنت انتي اوكسيدنت صار بيقدر هو يكون بالنظام الاكل تبعه السبلمنت اللي هو انتي اوكسيدنت اللي بحاجه له عن طريق تكثيف انواع الفيتامينات والمعادن يلي هن اساسيات اللي قلناهم فيتامين اي فيتامين سي فيتامين اي سيلينيوم وزنك يلي هن اساسيات بيضيفهم وبيكثفهم بالنظام الاكل تبعه لانه هو بيقدر يعرف حاله اذا انا عايش ببيئه ملوثه يعني حكما انا الفري راديكلز عندي عاليه الفصل الثالث كلنا شيء بهال يعني البيئه الملوثه خاصه عندنا بلبنان نحن بنعرف كثير منيح قد ايه يعني بيكون بيئتنا ملوثه بكثير اشياء غير الزباله حتى خلينا لانه عم يسمعنا اليوم المشاهد خلي بس يركز معي على اول نقطه هي اهميه المي وثاني نقطه اهميه الانتي اوكسيدنت لانه هلا بثالث نقطه لانه بس نخلص الخمس نقاط رح يصيروا هودي الخمس نقاط اللي هن باز زوادته لهيدي الحلقه لكن قلنا له انه المي هي كثير مهمه بمعدل كبايه مي كل ساعه لساعه وربع من اول ما بوعتها اجي تنام بهيدا النظام كنا عم ساعد جسمي تيعمل تنظيفه بحد ذاته النقطه الثانيه هي موضوع الفري راديكلز والانتي اوكسيدنت اللي هن فيتامين اي فيتامين سي فيتامين اي زيلينيوم سيلينيوم وزنك اللي هن اساسيات وهلا بالنقطه الثالثه وقت اللي بنجي بنحكي بالفصل الثالث عن البي اش تبع الجسم يلي هو القلوي والاسيد تفضلي تنعطي الفصل الثالث حقه رح نتركه لبعد البريك رح ناخذ لحظات قليله وبنرجع مشاهدينا خليكم معنا We'll be right back.
مشاهدينا بنرجع بعد البريك حتى نكفي موضوعنا، عم نحكي عن هيلثولوجيا او هيلثولوجي بالانجلش مع الكسندر نعمه. الكسندر بنرجع بعد البريك، كنا قبل البريك حكينا عن الفصل الاول اللي هو مبادئ التغذيه، والفصل الثاني عن جذور الحره دوره وتاثيرها على جسم الانسان. نوصل للفصل الثالث بدنا نحكي فيه عن لو بي اش او الاسيديتي والبازيسيتي اذا بدنا نقول تبع جسم الانسان. صحيح، اللي هن باللغه العربيه بس مشان المشاهدين، نعم، هو اسمه الرقم الهيدروجيني، نعم، هو اللي بيحدد المستوى الاسيدي او القلوي بالجسم، اللي هو ام اسيديك اور الكالاي. جسمنا بيعيش ببيئه الكالاي ولازم يكون عم بيعيش ببيئه الكالاي. شو يعني الكالاي؟ خلينا نحدد البي اش. الرقم الهيدروجيني بيتراوح من 0 ل 14. السبعه هو نيوترال، تحت السبعة بنكون عم نروح على الأسيدك اللي هو الأسيدي، كل ما بننزل نزول بنكون رايحين على الأسيدك أكثر، وسبعة وما فوق كل ما بنطلع طلوع بنكون عم نروح على الألكالاين. إذا بدي آخذ إكزامبل بي اش 7 شو بعطي إكزامبل؟ مي. أوكي. أوكي. مشان هيك اللي بتشتري أنينة المي بتطلع 7.1 7.2 يعني بتنعد سبعة. إيه يعني هي الأفرج تبعها بتوين 6.7 و 7.2. اه، إياد زو أسيد أم بو وإياد زو أم بو. حتى 6.7 6.8 لا تعتبر أسيدك، يعني بعدها فينا نعتبرها نيوترال يعني. نعم. هيدي. بس بدي أوضح بس للمشاهد. تفضل. إنه لما بقول بي اش 1 وبي اش 2 مش مثل كأنه عم بعد 1-2. لأنه هيدا الرقم هو رقم كالكول ألغوريتميك. يعني وقت بقول انا بي اش 2 وبي اش 3 الفرق بين بعضهم كثير كبير. يعني في عندي الاف من اصلا بين الرقمين في ديسيمال كمان 100%. بس حتى الديسيمال والهالرقم بدي المشاهد ما يفكر انه انا 2 بي اش 2 منيح ما هو بي اش 3، لا، في كثير فرق بين 2 و 3 عم نكون عم نحكي بي اش، لانه عم نحكي برقم الجوريتميك وكالكول اللي عم يدرس ماتيماتيك او بيعرف شو معناه علي. شو معناتها رقم الجوريتميك وقديش الحسابات تفرق بين بعضها. نعم. اما تنرجع على شو معناتها بي اش وليش اهميته بالجسم. نحن قلنا بالقسم الاول انه جسمنا بينتج خلايا سرطانيه بمليارات. الجسم جهاز مناعه مخول انه يقدر يقضي عليها. اما اذا كان البي اش تبعنا اسيدي تبع جسمنا، فالخلايا السرطانيه اللي كونت بالجسم بتلاقي بيئه حاضنه لها. فالخليه السرطانيه البيئه الحاضنه تبعها هي البيئه اللي البي اش تبعها اسيدك. يعني التخمر تبعها او التخمر الخلايا بتصير ببيئه اسيدك. بتستعمل تخمر السكر، مشان هيك السكر مؤذي للجسم، تنمى وتكبر وتصير خليه سرطانيه ما بقى بنقدر نقضي عليها. حتى في اشخاص، كونك ذكرت الكانسر، في اشخاص بيقولوا بعدوا عن السكر بيبعد عنكم الكانسر، هالدرجة بيربطوهم ببعضهم يعني؟ لا، مش معيار، لانه ممكن تكون انت بعيد عن السكر، لانه اصلا انت بالنظام الاكل تبعك فيه سكريات طبيعي، يعني الجلوسيد هو جزء من، يعني وقت تكون عم تاكل نشويات جزء من السكريات، لانه مفهوم السكريات باللغه البيولوجيه هي مش السكر تبع القصب السكر. يعني انت تنكون واضحين. وقت اللي بنكون عم نحكي نفس الشيء، بنكون عم بحكي عن البي اش اسيدك، ما بكون عم بحكي عن الحامض والاورنج. يعني حدا بيقول له مثلا نسبه الاسيد عندك عاليه، بتجي الجاره بتقول له ايه ما لازم ما تاكل حامض. هيك متعارف عليه يعني. صح. مع انه البي اش تبع الحامض هو 9، البي اش تبع الاورنج 8.5، البي اش تبع الجريب فروت او الحمضيات 8.5 9، يعني الكالان. فمفهوم حتى بالنسبه اسيد. صح، يعني كمان وقت تكون عم بحكي عن بي اش اسيدك مش معناتها الملح. مع انه الملح بي اش تبعه اسيدك، بس كمان السكر بي اش تبعه اسيدك. نعم. القهوه بي اش تبعها اسيدك، اللحمه بي اش تبعها اسيدك. فلما بكون عم بحكي عن بي اش اسيدك ما بكون عم بحكي عن مثل ما تفضلت وقلت الجو. الاسيدك الكالاين مفهوم كمان مختلف، مش ما بيتاخذ بهذا المعيار. نعم. فنرجع على موضوع وقت اللي بيجي انا بعلي البي اش تبعي اهميه، مش هناك بنرجع النقطة الأساسية هي شرب المي. فأنا بهالحالة بكون عم بقتل وساعد جسمي تيقضي على كل الخلايا السرطانية. هلا أنا بقلب الفصل الثالث في تابلو مفصل تقريبا شي 12 صفحة، كل نوع أكل شو البي اش تبعه. يمكن ما رح نقدر نختصره كله. لا، ما رح فينا نختصره كله، بس إذا فيك تفتح على الصفحة اللي فيها الجدول
بالفصل الثالث بتقدر تشوف بالتابلو مثلا الليمون حاطط لهم بي اش تبعه 9 اه الانجاص 8.5 8.5 خذ كم اكزامبل هيك مثلا زنجبيل 7.5 ذرة 7.5 100% خلينا نروح على الخمسة والأربعة نوصل على اوكي المربيات 5.5 هلا صح لأنه فيهم سكر نعم لأنه فيهم سكريات القهوة 5.5 لحم الديك الرومي تركي ميت 5.5 كمان 5 الخبز الأبيض 5.5 مشان هيك بنقول دائما خففوا من استهلاك الخبز الأبيض لأنه أنا وقت اللي بيكون النظام الأكل تبعي مستند بشكل أساسي على الخبز يعني انا بيكون عم بنزل البقش تبعي تكون اسيدك يعني شيء مش منيح يعني شيء مش منيح نعم هلا ليش هون اذا ذاكر الوايت رايس او الرز الابيض 5.5 طب يعني الرز مش منيح الرز الابيض 5.5 شو ينصح الرز الكامل او الرز أوكي. الاسمر نعم يعني الفرق بين بعضهم كثير شاسع او صار في هلا شيء اسمه بينك رايس الرز الزهري نعم هيدا اللي بيجي البي اش تبعه الكلى فهون الفرق بين بعضهم نعم. الرز الابيض هو اكثر رز تسويقي بهذا الموضوع للاسف هلا المشاهد بده يطلع يقول لي طب انه انا كيف بقدر بعرف البي اش تبع جسمي كثير بسيطه في شيء بالصيدلي اسمه كامبور تيست بوكس صغيره فيها تست وراء بعد الغداء بساعتين بشيل شوي من الريق تبعه بحطه على الورقه تبع الكامبور تعطيه لون وبس يشتري الكامبور تيست بالقفا في الوان انا بصفحه اول صفحه بالبي اش بالفصل حاطط له الانترفال الوان اذا يعني ما بعرف اذا ببين ممكن يبين ولا لا ما بعتقد بتبين معنا مثلا هل قد مفصل الاشياء الكساندر بالكتاب في الانترفال الالوان طبعا افتح واغمى ما بعرف اذا بيقدر يبين على الشاشه رح نجرب ناخذها على الكاميرا اذا ببين على الشاشه اذا لا هو بس ياخده على بس يجيب الكامبور تيست في على القفا الورقه يلي هي تبع الالوان هو بس يحط الريق تبعه على هالورقه تعطيه دغري لون مجرد انه طلع على اللون بيعرف شو هو البي اش تبع هلا الريق تبعه بالتالي بيقدر ياخذ استيميشن هلا البي اش تبع جسمه قديش اذا كان البي اش تبع جسمه شفا اسيدك بكثف من شرب المي تبعه او بكمل نهاره بالاطعمه اللي انا عطيها بالجدول اللي هي البي اش تبعها الكلاين فبالتالي بيعلي الالكلاين بيعلي البي اش تبع جسمه تصير الكلاين بالتالي جسمه لوحده بس لانه الخليه السرطانيه لما تقعد ببيئه الكلاين لوحده بتموت يعني ما بتقدر تضاين اكثر من كم ثانيه يعني عم نعطي حلول بسيطه وسهله للاشخاص حتى يكونوا عم بحاربوا ويخلوا جهاز مناعتهم يكون اقوى صحيح 100% عفوا اذا بدنا ننتقل للفصل الرابع من الكتاب الكساندر الفصل الرابع بيحكي عن الاطعمه والطهو صحيح. يعني هون كنا قبل عم نحكي عن الاطعمه بالطريقه اللي بتقدمنا اياها الطبيعه وكل شيء بتقدمه الطبيعه من فيتامينز من معادن من مي وغير صح. هون عم ندخل بشوي البروسيسنج لانه بس نبلش نطبخها للخبريه يعني نحن عم نعدل عليها صحيح شو بتخبرنا عن الطهو الفصل الرابع اهميته نعم هي انه انا اعطيت اسئله اجوبه على معظم الاسئله يلي الشخص بيطرحها على حاله اي انسان لما بيروح على مطعم بيفتح المنيو بيصير يسال حاله يعني انكونسيامون انه هي افضل ولا هي وهذه كيف تنعمل اذا انت بالبيت عم تجيب اكل ومصر انك تهتم بصحتك الغذائيه بتصير تطرح على حالك مجموعه اسئله نعم وهيدي الاسئله بتصير تشوف حالك انه طب انا وين الاجوبه تبعها مشان هيك خصصت الفصل الرابع كل شيء له علاقه بالاطعمه والطهو كيف لازم اطبخ الاكله باي طريقه شو اهميه الصوم بحياتي اليوميه يعني بنروح نحن على الديانة عند المسيحيين او عند المسلمين في فتره من السنه اسمها الصوم هي وقت اذا بنرجع للانجيل اذا بنروح على عند المسيحيين الصوم مش بس الصوم من اجل الصلاه كمان الصوم من اجل تنظيف الجسم يعني هي مثل نوع من ديتوكس 100% فالصوم هو اساسي بحياتنا اليوميه يعني للي بيعتبر حاله انه بس يجي فتره الصوم انا ما بصوم بقول لك ايه بس هو الصوم ضروري مش ضروري ممكن تيجي تقول لي انه انا ما بصوم 40 يوم عند مثلا اذا انت كمسيحي 40 يوم بس ضروري الصوم يكون اقله يوم واحد بالاسبوع يعني في عندك نهار باسبوع لازم تجوع حالك لازم تجوع
تجسمك الرواسب يلي باقيه بجسمك يقدر يستعملها تينتج طاقه وينظف جسمه. ضروري الصوم بحياتنا اليوميه. يعني انا بصفحه الصوم حاطط لهم صحن فاضي مع شو انه ضروري انا لازم صوم. كمان ما في مصوم. بدي اسالك سؤال، نحن بنعرف عند الطوائف المسيحيه قربعة وجمعة في أصوام، خاصة عم ناكل صح. أكل نوع يعني بدون لحوم وبدون هيدا كتير ضروري هيدا يعني. كتير ضروري يعني جدودنا وأبائنا وجدود جدودنا والمسيحيين الأوائل ويسوع المسيح سلام على اسمه لما إجا حكي عن هيدا الموضوع حكي عن نمط حياة ما حكي بس عن إنه لازم روحانية يعني إيه. أنا بعتبر إنه مسيرته وخاصة لما تعمقت أكثر بالصحة الغذائية مسيرة حياة يسوع المسيح لم تكن فقط مسيرة روحانية، كانت نمط حياة مود دو في لايف ستايل. يعني نحن هون نستعمل لايف ستايل انه صار البس الجينز بدل الشورت والشروال، بس مش هيدا هو اللايف ستايل بصحتنا الغذائية. نحن لما تخلينا عن النمط الحياة، انا هلا عم رحنا على غير محل، بس لما تخلينا عن النمط الحياة الأساسية لحياتنا نحن كشعب متوسطة إذا خلينا نقول صحيح نحن رحنا على صار جسمنا خزان للأمراض وللملوثات وصارت بيئتنا خزان للأمراض وللملوثات. فأنا ضروري نرجع على نمط الحياة يلي هي بقدر روح أنبسط، بقدر روح أشرب الكول، بقدر روح أسهر، بقدر روح أرقص، بقدر أعمل كل شيء، بس بنفس الوقت مثل ما فيني أعمل هاو لازم أرجع رد على الحياة الطبيعية تبعي، لانه انا لما بصير خزان امراض انا بصير انسان غير منتج بالمجتمع. نعم. وبصير عائق على المجتمع. نعم. بالاسبوع الماضي نحن كنا تناولنا داليا وانا مع دكتور جورج كرم موضوع الالزهايمر، كنا حكينا لانه كنا عم نحكي بالاسئله طرحناها اهميه النظام الغذائي وتاثيره، طلع انه النظام الغذائي المتوسط بياثر كثير وهو بوزيتيف كثير ضد مرض الباركنسون. صحيح. مثل ما سبق وذكرت عن قصه اللايف ستايل قد ايه اهميه هذا الشيء، لانه نظامنا الغذائي تاكيدا على كلامك الاساسي هو بيستند على الحبوب. الحبوب فيها نسبه عاليه من المعادن والفيتامينات. والحبوب بتعلي البي اش تبع الجسم. بالتالي بصير دائما الخلايا اللي هي الخلايا العصبيه بالجسم اللي هي مسؤوله عن مرض الباركنسون بتضل بحاله طبيعيه، لانه الجسم ما بيقدر اذا خليه عصبيه ماتت ما بيقدر يرجع يجددها، وهيدي الخطورة بالموضوع. مشان هيك أنا كل ما بيكون نظام الغذائي تبعي سليم، تأكيدا على اللي عم بيقوله الدكتور واللي حضرتك قلته، كل ما بيكون نظام الغذائي تبعي سليم كل ما الخلايا العصبية بتضلها متجددة. لأنه اللحظة اللي الخلية العصبية بتموت ما بقى فيها نقدر نرجع نجددها. ألكسندر، فيما خص كمان الطهو والأطعمة، شو الأمور اللي لازم نتمسك فيها والأشياء اللي لازم نبعد عنها؟ لازم نتمسك فيها هي لما بنكون عم نطهي أو عم نطبخ، لما عم نحكي لغة لبنانية، لما بنكون عم نطبخ الخضار ضروري نطبخهم نسلقهم نص سلقة، إذا فينا نسلقهم على الستيم على البخار بيكون أفضل، وضروري نحاول قد ما فينا ما كتير نسخن الأكل، يعني ما نخليه يخضع على بروسس كتير سخن، لأنه وقت اللي بيخضع على بروسس كتير سخن بنكون عم نخسر من فوائده. باستثناء الحبوب، لأنه الحبوب الغذاء بقلبها، بدها تفقش الحبه وبدها الغذاء اللي موجوده بقلب الحبه بدها تطرى ليقدر جسمنا يهضمها. لما نكون عم نحكي عن الخس، بنكون نحكي عن الملفوف، لما نكون نحكي عن الكوسه، لما نكون بروكولي عن البروكولي عن الجزر، هودي نسلقهم نص سلقه او نروح على العصائر الطبيعيه. يعني لما بعصر عصير الجزر وبشربه، لما بعصر عصير التفاح، لما بعصر عصير البروكولي، لما بعصر القمح، عم نخسر الياف بهذا المطرح، بياخذ الالياف من مصادر ثانيه. اها اوكي. يعني ما انت كمان انت ليش بنحكي نحن عن نظام اكل؟ لانه نظام الاكل بده يكون مستند لعده معايير. نعم. انا باخذ المعادن والفيتامينات من هالمصدر، باخذ الالياف من مصدر ثاني. نعم. قديش خطوره كمان الكسندر لما الاكله، لان قلت انه ما لازم كثير تخضع للنار، اوقات كثير بتتسخن باليوم الثاني، فهيدا الشيء كمان قديش بنكون عم نخسر من قيمتها الغذائيه. بنكون عم نخسر كثير، وخاصه لما بنستعمل الميكروويف. يعني كل موضوع جديد. كل يلي بيسخنوا الاكل تبعهم على الميكروويف لانه هي الوسيله الاسرع، انا بقول لهم انتم ما عم تاكلوا غذاء، انتم عم تاكلوا مرض. ليش؟ شو ممكن يعني زلنا فتحنا البارونتيز؟ لانه اول شيء عم تسخن هيدي الماده اللي هي الطبخه، عم تسخنها على درجه حراره عاليه. شو يعني مايكروويف؟ هو
ليش يعني سموه مايكروويف؟ انه هو من المايكروويف يعني هو النوع من الاوند تعال المايكروويف يعني هيدي اوطى مايكرو عم تعرضها للطبخه تتسخن ب 30 ثانيه. هو بيخلي انه الموليكيول الهيدروجين او ضوء بالاحرى بيكونوا في احتكاك بين بعضهم اسرع. صح. يعني انت عم تعمل يعني هذا الشيء مضر مش صحيح. يعني انا مثلا كثير من محبي هلا بدك تضحك علي بس انا كثير من بحبي الكنافه. بعض الباتيسريات بتروح لعندهم بسخنوا لك الكنافه على الميكرويف. انا بس فوت على الميكرويف بقول له خي ما بقى بدي اياها ميرسي. يعني افضل شيء ناخذ الاشياء طازه. هو هذا الاضبط شيء. برجع انا بوضح بس بالنسبه للمشاهد انا ما ساعتها باخذ الماما معي على الشغل يعني ما بعقد له اياها انا. لا فيك تسخن بالانه على البوال انه سخنها. انا ما عم عقدها يعني انا كاتب هذا الكتاب وملتزم بكثير من هاي بس انا لما بتطلع بحالي انا ما بقول انا ملتزم 100% وما في انسان بالعالم بيقدر يلتزم 100% طبعا. اذا انا وصلت لمحل مش قادر التزم 100% اقله بالحد الادنى اللي هو الفصل الخامس اللي انا عم بحكي عنه هو بعمل ديتوكس كل شهرين ثلاثة لجسمي باخد انتي اوكسيدنت تخفف من الضرر يلي انا انتجته من نظام الاكل وبحاول بخلال النهار اكل الاطعمه البي اش تبعها الكلاينت يضل البي اش تبع جسمي وبشرب مي اذا مش قادر التزم 100% بالنظام الاكل. يعني بتقلي خي انا بروح على شغلي ما في عندي سورسز غير مايكرويف تسخن الاكل شو بقعد بالاكل بقول لك يا خي استعمل بس دلك مفكر انه هالشيء اللي اكلته ما جسمك ما اخذ لا معادن ولا فيتامينات منه فكر كيف بدك تاخذ معادن وفيتامينات من مصدر ثاني. بس يمكن الواحد يمكن ساعتها في يستعمل الاشياء كرو يعني مثل الخضار الطازجه الفواكه كمان طازه يعني ياكل تفاحه مثلا او ياكل موزه او ياكل اورنج او غير اشياء كمان هي بتفوت له معادن وفيتامينز على جسمه بتفوت له بس الجهاز الهضمي عندك بحاجه انه يشتغل. مشان هيك انا دائما بقول لهم قسموا نظام الاكل تبعكم على 5 وجبات بالنهار صغيره. ساعتها الخمس وجبات يعني ما فيك تيجي تقول لي انا تغديت تروقت الساعه 7 الصبح ورحت على شغل الساعه 2 تغديت تفاحه وموزه وما بعرف بده ياكل اكل يعني الواحد كيف بده يكون دوام الخمس وجبات على كل ساعتين ثلاثه بدك تعملي وجبه. يعني انت قديش ساعات الـ الـ الوعي عندك افترضنا بتوعي الساعه 7 بتنام الساعه 12 من 7 ل 12 يعني عندنا تقريبا 17 ساعه 15 16 ساعه بالنهار قسمي هال 15 ساعه على 5 وجبات يعني بتصير عندك كل 3 ساعات ونص 4 ساعات بدك تاكلي وجبه وكمان فيك في شرب المي بهيدا المطرح هيدا شرب المي طبيعي. يعني فيك تنقي وجبة من الوجبات مثلا كيس صغيرة فيها جوز ني لوز ني شوية زبيب شوية فستق حلبة شوية كاجو هاي بتخديها مثلا بين وجبة الغداء وجبة العشاء بتخديها فيك نهار تخدي هاي صح فيك تستبدليها كمان بقطعة شوكولا مع كباية شاي او قطعتين بسكوي مع كباية شاي كمان الوجبة بتصير بين الغداء وبين العشاء الوجبه بين الترويق او بين الغداء فيك تروح على شي فروتس فيك تروح على موزه وتفاحه فيك تاخذ كاسه مثلا فيها مثلا فواكه مشكله تحطيها عندك تفتحيها تاكليها حتى سلطة فروي اذا محضره انا بالبيت صحيح محضره يعني هي فواكه مش مقصود فيها سلطة فروي بتشيلها من البراد تاكلها بين وجبه الترويقه ووجبه الغداء على الغداء لازم يكون في عندك وجبه فيها البروتينات فيها المعادن يعني رز مع يخني طبخة بتكون مطبوخة بالبيت مع الكوسة مع حيالله نوع الطبخ اكله عشية ساعتها وتوصل لعشية مقطع 4 وجبات عشية فيك تاخد وجبة كتير صغيرة يمكن سلاد او شقفتين جبنة مع 100% او توست او مع سلاد او هيدا بتكون اخدت كل النظام الغذائي لجسمك بحاجة لإله وهلا ما بيستغني الواحد انه بيقطع له نهار بخربط هيدا اللي كان بدي اقول لك انه المغريات كثير خاصه الفاست فود قديش بيجذبنا فقديش مسموح نخربط بنظام انا باكل فاست فود على فكره يعني مثلا انه اوقات اذا كنت مع اصحابي وعبالهم نروح ياكلوا فاست فود بحيالة مطعم ما بقول لهم لا بس انا وقت اللي بكون وحده ما بطلب الفاست يعني بترك الفاست فود لما اكون مع جروب
مشان ما احرم حالي ولا احرمهم واجبرهم بالنظام الاكل تبعي. ما يكون الواحد راديكالي يعني، بده يكون ايه يعني لا يعيش مليابل. يعيش حياته. انا عبالي اليوم كنافه بروح بجيب كنافه وباكل، بس انه اليوم اخذت كنافه مع قطر يعني انا بكره منقوشه مثلا وبعد بكره فول وحمص ومشو انه 100% بيريح كثير منيح. هذا اللي كنا بدنا نقوله، انه انا اليوم اكلت كنافه يعني انا فوت على جسمي كميه سكر كثير عاليه، بخلال النهار ببتعد عن كل انواع السكر. يعني اذا شربت حليب بلا سكر، اذا رحت على محل ضيفوني حلو ما باكل حلو لانه خلص اخذت سكر، خلينا نشيل السكر. يعني مش باكل الصبح كنافه وبعد الظهر قطعتين جاتو وعشيه ثلاث قطع بقلاوه ونموره ومدري شو، فهالحلو كل النهار وين بده يروح؟ انا بدي اعدل بالنظام الاكل بشكل انه ما احرم حالي بس بنفس الوقت ما كمان افلت على الاكل ما عود شيء. السبور كتير مهم، يعني اقله 30 بالجمعه سبور، ساعه بعدل ساعه ل 45 دقيقه لساعه. اذا منك قادر البوس شورت او تي شورت وهذا روح مشي 45 دقيقه مشي يعني، ولانه 30 بالجمعه كثير مهمه، بتعطيك ريفرشنس، بترجع تفتح لك صدرك، تفتح لك رويه. الارجيله مضره. كنت بدي اسالك هذا السؤال، شو بدك تقول للاشخاص اللي كل يوم بيحملوا حالهم بعد الشغل مثلا وبنروح نقعد بالكافيه ساعه 2 3 5 6 ما بعرف قد ايه هيك بطريقة سريعة؟ إذا مش قادر يوقف الأرجيلة أنا بطلب منه ياخد الملك سيسل اللي هو شوك الجمل لأنه تينظف الروية تبعه، هو مضطر بده ياخد بيكلون يعني ها؟ لا 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 بيقدر يلاقيهم السبلمنت يعني. أوكي. بس هودي كتير مهمين، هيدي نصايح للي بأرجل. الملك سيسل، المورينجا، هودي أعشاب يعني نوع من البلانتس بس هودي كتير مفيدين لأنه بيعملوا له ديتوكس لجسمه. الملك سيسل، المورينجا، سبيرولينا، كلوريلا، هودي ألغ مارين يعني. ففي كتير سابلمنت بيقدر ياخذهم، هو أربع منهم، فبيقدر ياخذهم تا ينظف جسمه من هالرواسب. أقله ما لح يلغي الضرر بس إنه يخففه إذا مصر إنه ما مش ضابطه معه. يعني في ناس بتقلك انا اذا ما بحط راس ارجيله عشيه ما بيكون قطع النهار تبعك. الكسندر، قديش التزامنا بالنظام الغذائي اللي حكينا عنه من اول حلقه لهلا بيكون عم بيساعدنا ليكون عندنا هالقد صحه سليمه؟ يعني انا بحس يمكن لما نلتزم بهيك نظام مش بحاجه نعمل دايت اوقات كثيره، تلقائيا رح نحس جسمنا ما رح ياخذ وزن زياده. لا اكيد ما باب ياخذ وزن زياده. طبيعي اللي عم تقولي 100%. ما اصلا شو معناتها دايت؟ يعني نظام غذائي سليم، يعني مع انه عم نحكي عن خمس وجبات بالنهار بس انه هذا الشيء رح يعطينا صحه سليمه. هلا خمس وجبات بالنهار بس مش خمس وجبات يعني مره في وقفت على سبيل النكته بوز. راح مريض عند طبيب قال له بحق لك بشرب كثير الكول، وقال له بدك توقف الكول لانه الكبد عندك صار تعبان، مضطر توقف ومسموح تاخذ كاس واحد بالنهار. فهو راح جاب اكبر كاس موجود بالمحلات الازاز لهالقد وصار قال له خي انت حكي قلت لي كاس، قال له خي قلت لك كاس مش كاس. فنفس الشيء بس نقول خمس وجبات هي مثل حبه فواكه اكل البطيخه كاملة. يعني مثلا مؤخرا كنت على الهواء على احدى الراديوات عم بقول لهم انه مثلا هيدا النوع من الفواكه طيب بس مش تروحوا تجيبوا الصحاحير هيدا تحطوها ببلاش وتاكلوا فيها انه مفيد. لا كمان ما نحن عم نحكي على بالمعنى على الاعتدال. طبعا يعني مثل ما دائما نحن بنقول بحلقتنا من خلال برنامج بالشفاء، الاعتدال هو الاساس. صح. نعم. اخر فصل بدنا نحكي عنه قبل ما ننهي حلقتنا الكسندر هو الفصل الخامس اللي بيحكي عن تنظيف الجسم من السموم او الديتوكس. صحيح. شو بدك تخبرنا بطريقه سريعه ومقتضبه؟ طريقه كثير سريعه لانه اذا بدي روح هذا الفصل لوحده بده كثير طويل. بس لا انا ذكرت موضوع الديتوكس لانه مؤخرا الديتوكس كان مفترض يكون بالكتاب الثاني اللي بده يرجع يصدر بعد ما بعرف كتاب ثاني يعني فاذا ما بعرف بس اي متى يعني بس انه بلازم كان بس رجعت فوتته بهذا الكتاب دخلته ورجعت بهذا الكتاب كفصل خامس. لانه في كان هجمه كثير كبيره على موضوع الديتوكس، كل ما بتقعد مع حدا ديتوكس. وعلى فكره الديتوكس يعني بتروح انت عند ديتيشن بتعطيك ديتوكس، بتروح انت بتعمم الديتوكس على كل الجيران. يا خي لا هذا كاستمايز لإلي، وصفه شامله. الديتوكس لإلك بيكون غير الديتوكس لإلي، بيكون غير الديتوكس لعند حيالله حدا، لانه الديتوكس بيخضع لمعايير لها علاقه بطبيعه جسم كل شخص. اما انا بالكتاب تبعي انا حاكي كيف لازم اعمل ديتوكس
الكبد تبعي، كيف لازم اعمل ديتوكس للنظام الغذائي للنظام الهضمي تبعي، كيف لازم اعمل ديتوكس للشرايين تبعي، بشو لازم ننظفهم، شو لازم استعمل اطعمه بيشتغلوا على هذا التنظيف. حسب انك تمشي بقشاء. ما هو بدك قشاء يعني للي بيأرجل. قشاء طبيعي يعني. ايه للي بيأرجل. للي بيأرجل بدك قشاء طبعا، لما بكون كل الشرايين مسكرين ومسطمين يعني. بده شيء ويفتحهم. فبمفهوم الديتوكس انا بالفصل الخامس محدد للقارئ شو معناتها ديتوكس. لما بستعمل كلمة ديتوكس شو بكون قصدي فيها. وقت بدي نظف جسمي من السموم، اي نوع سموم بدي شيله من جسمي، وشو هن السموم اللي لازم ينشيله من جسمي. وقت اللي بدي اضعف شو معناتها بدي اضعف، لانه انا فيني. وهذه بالاخير لما بوقف انا على المراية وبطلع بجسمي، انا مش مخول عارف حالي اذا ناصح ولا ضعيف. ما فهمت كيف مقصدك. يعني اذا انت وقفت على المراية انت شفت حالك انك ناصح او شفت حالك ضعيف، مش معناتها انت ناصح او ضعيف. يعني نظرتك لجسمك مش بالضرورة تكون صائبة. يعني فيها انت اوقات بتوصل لعند شخص بيقول لي انا بدي اضعف، بيكون هو اقل من الوزن الطبيعي تبعه. يا خي انت ما فيك تضعف. صار انوركسيك هذا الشخص. ايه لا، وهو بيكون كتير مقتنع انه بده يضعف. لا 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 لا، انا ما في اخي، ما فيك تضعف. انت اذا نزلت وزن يعني انت رحت على محل عم تاذي جسمك، بدك تطلع وزن. في تدهور بالصحه. ايه هلا ما فيك تقنعه يطلع، بدك تحاول تقنعه انه خي ايه مثل ما انه مين مثل ما ماشي الحال، تقنعه يطلع هو جاي بده ينزل مش ضابطك. مش هيك دائما عم بقول لهم اذا وقفت على المرايه شفت حالك ناصح او ضعيف، مش معناتها وجهه نظرك مزبوطه. وجهه نظرك بتصير مزبوطه لو نجي على الورقه والقلم بنشوف الار دي اي. فبنشوف ال سوري الار دي اي ريكومندد ديلي انتك، هذا للسبلمنت. بتشوف الام بي اي، البي ام اي اللي هو البيو ماس اندكس، الوقت اللي بشوف البي ام اي تبع جسمي وبتطلع بشوف انه انت مزبوط، وزنك زايد ولا وزنك ناقص. وقت بنعمل له فحص بنشوف الفات، بنشوف هالامور، ساعتها بنقدر نشوف اذا انت ناصح ولا ضعيف. اذا وقفت على المرايه شفت حالك انه ممكن ما تكون ناصح. ألكسندر، بعرف فصل الديتوكس بده يمكن بعد وقت أكثر، بس وقتنا نحن قرب يخلص. صحيح. على أمل أنه نلتقى بحلقة تانية نكون أكثر وأكثر عم نعطي هالفقرة حقها. منقول لك أكيد ألف مبروك على الكتاب الغني كتير، وإن شاء الله هيك منشوف لك كمان كتب بالمستقبل كمان بمجال الصحة الغذائية وعلم الأعشاب. تانكيو لك، أنا بشكركم على استضافتكم، وان شاء الله نكون اعطينا للمشاهدين برنامجكم بعض من المعلومات. حاولت قد ما في، اذا ما لاحظوا علي عم بحكي كثير 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 بسرعه. المعلومات كثير، بس لانه ما عارف انه المعلومات كثير تحاول قد ما فينا نقطع. انا بالاجمال بحكي كثير على مهلي. بس انه اليوم يعني على الوقت حكيت شوي بسرعه. نعم، انا مثل ما سبق وذكرت باول حلقه، نحن عملنا هيك نظره شامله على الكتاب وعلى كل الاشياء اللي بتخص الهيلثولوجيا حسب ما ذكر حضرتك بهذا الكتاب. بدوري انا كمان بتشكرك ألكسندر على حضورك، على تلبيه النداء، لانه هذا الشيء موضوع جديد وموضوع مهم نضوي عليه لصحه الاشخاص ولصحتنا جميعا، ونكون هيك دائما لقدام مش لورا. بالتوفيق، انا بتمنى لكم التوفيق ببرنامجكم وبخطتكم، وعلى امل نلتقيكم بلقاءات ثانيه. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. شكرا لك كمان. داليا، يعني نحن اليوم كان عندنا موضوع جديد، موضوع شيق وحلو، ويمكن بتضوي عليه مثل ما سبق وذكرتي اكثر واكثر خلال حلقات قادمه من بالشفاء. صح، يعني هو برنامج غذائي بحد ذاته. يعني اليوم ما يزعلوا منا كتير اختصاصية تغذية، بس بتصور اللي بيمشوا بدمارش الكتاب رح يصيروا بغنى عن الاختصاصية التغذية، رح يلاقوا حالهم بصحة كتير منيحة. يعني نحن مش عم نوقف بوجه اختصاصية التغذية، بالعكس نحن أكيد مستقبلهم دايما معنا أكيد. بالبرنامج لحتى نحكي عن الصحة in general. داليا، بس مثل ما سبق وذكرت صحيح، الكتاب عن جد ريفرنس كتير مهمة لكل شخص. فمشاهدينا اكيد انا بنصحكم، اكيد موجود بالمكتبات فيكم تشوفوه. ايه تفضل. اكيد للي بحب يحصل على الكتاب نعم، بيقدر يتصل على 09 853 533، ونحن بنوصله فري دليفري لعنده على كل الاراضي اللبنانيه كمان. لكن هو موجود بالمكتبات كمان، بس للي بحب كمان يعني مش قادر وصل وما قدر حصل عليه نعم، بيقدر يتصل على رقم التليفون وبيحصل عليه. 853 533. شكرا ألكسندر. لكن كمان مثل ما قال ألكسندر، فينا نتصل على هذا الرقم اللي ذكره حتى يوصل فري اوف تشارج لكل الاراضي اللبنانيه.
مشاهدينا نحن لهون حلقتنا يعني للأسف دايما الوقت هو ضدنا، شرفت عن نهايتها أو بالأحرى خلصت. نلتقيكم بالأسبوع المقبل، انتبهوا لحالكم، دايما كلوا صحة، دايما اعملوا سبور، دايما روحوا للاعتدال، ما تروحوا على الأطراف لأنه كل شيء زاد بالمعنى ناقص مثل ما دايما بقول. نلتقيكم بالأسبوع المقبل، فإذن إلى اللقاء. الله معكم.